عشنا مع واحد أمور إيجابية وأمور سلبية، ولكن عشنا معاه بزاف ديال المشاكل. في ظل هذه المشاكل كلها كان عنده دعم وكانت عنده حماية من السي فوزي ومن الجامعة الملكية المغربية، وكانت عنده كارت بلونش باش يدير اللي بغى، حتى ما عرفش يتعامل بها، حيدها ليه السي القجع مرة الأولى ما عاقش حيدو حتى هو. السؤال ديالي، واش خديتي كارت بلونش باش دير اللي بغيتي، تخدم بالطريقة ديالك والأسلوب ديالك وتجيب ستاف اللي بغيتي انت؟ كانت هضره كثيره على عادل الرمزي غيجي ما غيجيش، غيشد معاك ليكيب ناسيونال، واخا هو هضر بزاف قبل ما يجي وعنده بروجي ديالو ما سمحتش فيه. درنا لقينا غريب امزيل اللي ديجا عنده ان بروجي وديجا خدام في تخوا وادجوان، اليوم عنده ماتش مع موناكو. كيفاش قنعتي امزيل باش يجي ليكيب ناسيونال؟ خليني نجاوب على لو برومي فولي، باسكو افيكتيفمون وميرسي دايور، باسكو سي عادل رمزي كان دار دي ديكلاراسيون قال بان هو دار مجهود جبار والكره راه في المرمى ديال الجامعه الى غير ذلك. الوضوح والصراحه والقناعات هما اللي تيبقاو. أول زيارة دارها السي عادل لعندي شخصيا، واستقبلته رفقة المسؤولين تاع بي اس في ايندهوفن، كانت هذه 4 شهور، وعبرت له أنا ذاك على أن الجامعة الملكية المغربية والمغرب كيرحب بالسي عادل رمزي باش يجي يشتغل معنا في المشروع الكروي المغربي، وقال لي أنا ذاك بانه عنده واحد الفورماسيون تيساليها وملي غيساليها غيجي. وبالفعل تجدد بيناتنا الاتصال في ثاني مناسبه وجا عندي السي عادل رمزي واستقبلته وقلت ليه انا ذاك باننا ان المكان اللي غادي نخليه ليه هي احدى المنتخبات نتاع الفئات العمريه باش يتاقلم مع الاجواء الى غير ذلك تاع المنتخبات الوطنيه والطريق القدام طبيعة الحال. وجات المناسبة الثالثة وبعد التطورات اللي عرفتها هذيك لاكارت بلونش اللي تكلمت عليها وداكشي، وخا هي راه ما كاين كارت بلونش باش نتفاهموا، كاين اختصاصات تيمارسها كل واحد وفق منطق احترافي. انا ما تندخل في تشكيلة، ما تندخل في خطة، ما تندخل في ليست. وخلال التجربه نتاعي كاع حتى في الكلوب ورا المدربين كاينين، ما عمر دخلت في هذا الجانب. ولكن لما يتعلق الامر بالاجواء نتاع الفريق الوطني، المسؤوليه كيتحملها الجامعه. الاجواء في شكلها الشامل. فمن بعد هذه التطورات نتاع الكارت بلونش، جا السي عادل رمزي مره اخرى وقلنا ليه بانك غادي تشتغل مع الفريق الوطني الاول، وكنت نظمت ليه لقاء مع السي وليد وتلاقاو ومشى السي عادل وجا في المره الاخرى وطرح اشكال نتاع واحد البند في العقد نتاعو مع بي اس في ايندهوفن في 150,000 أورو بالضبط. واتفقنا باننا نلقى واحد الصيغه اننا نخلصوا له هاد الامور على مده زمنيه طويله، نحيدوها له من الصالير بداك المبلغ اللي بغى، واتفقنا على كل شيء. ومشى، فاذا بنا نفاجئ تيقول لك اودي الله يخليك الاقتراح اللي عندي هو انني نكمل الاشتغالات نتاعي في بي اس في ايندهوفن ونخدم في ليكيب ناسيونال. والموقف كان واضح انا ذاك، لا السي وليد ولا انت عبد ربه، تيلي ودي الفريق الوطني ما تيقبلش المزاوجه مع واحد المشروع في فريق مع احتراماتي للفرق. وهادشي اللي كاين، وقلنا يا ودي كان من الافضل ان الانسان يكون واضح من النهار الاول
باش يكمل شغلاته في شي الفرة حتى تجي الفرصة إن شاء الله. وراه بطبيعة الحال هو كيف السي وليد قال لك بأن اللاعبين مرحبا بهم المغاربة فين ما كانوا في أي وقت، راه حتى الأطر المغربية مرحبا بها في أي وقت، اللي بغى يخدم الكرة المغربية من جميع المواقع راه بلادو هذه تحد ما غيمنع. اسمح لي هذا التوضيحات كان لابد أنني نديرها ونديرها بالتفصيل الممل باش نفهمه. تكلم على هادشي ولا قال كلشي؟ لا مزيان مزيان مزيان، باسكو لي قال الرئيسيه هادي ملي تشاورنا على لو ستاف، بحال اللي قلت قبيله كنت باغي انا في الستاف ديالي يكونوا دي زانسيان جوور اللي لعبوا في هذا المنتخب باش يحطوا جوستومون ديك الروح اللي دازو. عادي كان جوستومون في لو بروفيل اللي كنت باغي تا انا ولا الرئيس دي جلسنا معاه، انا كنت فهمت معاه باش يجي يعاوننا. من بعد عادل دخل ماشي في النيغوسياسيون بالحق في حقه، انا ما غاديش، هو كان باغي يدرب في البي اس في ويجي، وقال لي شوفوا ولا نقدروا، اما انا من الاول ولا الرئيس ما قبلناهاش، باسكو بحال اللي قلت العادل هذه المغرب وفرقه كبيره وماشي ان كلوب، ما كنتفلاوش مع المنتخب، دونك اما ما نقدرش انا نطلب من اللعابه يكونوا 200% مع المغرب اللي كيجيو، وفي الستاف ديالي كاين واحد اللي غيكون 50% في الفرقه و 50% في مع المنتخب. الحق اختار ديالو بون شونس علوي، بحال حنا بحال اللي قلت اما انا ولا الستاف ديالي. ملي عيط غريب هو واخا عنده العقد مع 3، ودايوغ بغيت نقول شكرا لو كلوب دو 3 باسكو هما ما طلبوا والو، قالوا سي ان غروند اوبورتونيتي بالنسبه لهم واحد ديال الستاف ديالهم يجي يدرب في المغرب، دونك هما قبلوها رابيدمون. تفاهمنا معاهم ملي خصو يلعب الماتش الاخر ديالو مع موناكو، وغريب مشى كيطير باش 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 يجي لعنا. اي فوالا احسن يجي واحد موتيفي ويعاوننا. اي ما بغيتش نزيد في هادشي باسكو سا سي اون بير دو طون بوغ ريان. باغ كونتر على اللي كتقول على الرئيس من نهار الاول اللي جلس معاه قال لي الستاف ديالك شكون اللي بغيتي يبقى شكون اللي بغيتو يمشي وما كيدخلش في هادشي، ولي قالها درها. دونك فوالا لو ستاف اللي اخترت هو هنا، شي تري كونتون اللي غيكونوا. اي اون ريغارد دوفون باسكو بحال اللي قلت على افون، سون ريغارد ديغيغ سا سار ريان، غنشوفو هاد ستاف هو غادي يتقاتل معايا، اي سون موتيفي باش يخدموا. هادي اللي مهم.